جائز إعطاء الفائدة يعني كنقصدوا الفائدة الربوية من المال إلى أحد المقربين، زعما واش تعطي هذيك الفائدة لشي واحد من الأقربين. أولا الفائدة ربا، فائدة ربوية ربا، فإذا خص بعد هذه نحققوها، ماشي زعما وحدة راه دايرة الفلوس ديالها بواحد الشكل ربوي وتقول راني كنتصدق به إذا قطع فقطع، لا، الإثم باقٍ، يعني لأنه الصدقة باطلة. علاش؟ أنك تصدقي بواحد المال خبيث والله لا يقبل ولا طيبة، فإذا الصدقة عندك فيها صفر وباقي الربا عندك فيه ناقص. فلو أنه يعني عندك الربا وكديري واحد الصدقة ديال الخير، مازال نقولوا ودي هذاك الربا هو حاصل وكدير واحد الصدقة مزيانة، لكن ديك الصدقة هي كتجيب ديها من داك المال الرباوي، ربي كيقول لك أنا ما قبلهاش، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. ولذلك أول حاجة بعدا حيدي الفائدة الربوية، المال ديالك ديريه في حساب جاري ماشي في حساب كيطلع الفائدة، فعندك الاختيار أنت ديري اللي بغيتي، مول المال اللي كيتحكم في المال ماشي الجهة المستأمنة، أنت اللي حاطة فلوسك أنت كتحكمي فيهم، ديروا بواحد الطريقة اللي ما كيطلعوا شيء زيادة، حساب جاري. بعد ذلك نقول ودي أعطى الله بعد أنني درت هذا المال وهذا الشيء اللي قدر الله النتيجة، دابا عندي فائدة ربوية، أش غندير بها؟ واش نعطيها للأقرباء؟ بشرط إذا كان هذا الأقرباء فعلا في واحد الوضعية ديال الضرر، يعني فقر شديد مذقع، هذوك دايزة فيهم بحال دايزة فيهم الجيفة، وإلا في الصالح العام، ما تعطيهم دور القرآن والبناء يعني المصالح العامة، إلا ما كانش بحال هذا النوع ديال الناس قدامك. والربا راه كيخرب الصحة، ردوا البال، راه شحال من وحده فيها المرض وولادها معكسين والدار مخسرة، قلبي اش كدير؟ راه عندك شي مشكل ما مصح، راه شي علاقة ما مزيانش عندك مع الله تعالى، صالحي مع الله، تصالحي مع الله وغادي تصلح لك دارك وتبري صحتك وتربى ولادك ويتربى ولادك. كان واحد من الصالحين من التابعين كيقول انا كنعرف راسي واش راني مزيان مع الله ولا ما مزيانش مع الله. منين كيعرفها؟ قال كيعرفها انه الا دخل للدار ولقى مرتو غضبه مكشره على والو، كيعرف بالله راه هو ما مزيانش، شي حاجه ما دايرهاش مزيانه، كيخسر الله الدار كيخسر صافي. واحد عاود قال لك انا كنعرف واش راني مزيان مع الله ولا ما مزيانش مع الله، ماش قال لك من الدبه ديالي كاين بغير كيبع العود ديالو ولا البغ ديالو غير كيقرب ليها كتبغي تضربو او تركلو، كاين بالله راه هو ما مزيانش، لكن ما كتكون فيه الولايه والصلاح هذيك الدابه كتحني وتولي مستسلمه ومؤمنه، كيوجدها في دابتي ويجدها في زوجه وبالقياس يجدها في ابنائه من الصلاح والفلاح، الاولاد غادي مصيبه مورا مصيبه وقصيده مور قصيده، الدار فيها الخراب، ابني ساكن معنا خصو يخرج